السلام عليكم. اليوم عندنا بعض الصور نتاع ملعب دويرة، يعني خاصة من الأشعة حول الأشغال الخارجية وعلى البارفي تاع الملعب، يعني كل البنايات المعدنية اللي راهي سايرة على الملعب. وهذه البنايات يعني باش نعطيكم فكرة، هي تعادل يعني في العلو تاعها تعادل عمارة تاع 6 طبقات في لا بارتي في اي بي، ولا بارتي اللي ماهيش في اي بي يعني باقي تاع الملعب العلو نتاعها لا يفوق 3 طبقات، يعني حوالي 9 امتار. وهذه الاشغال هذه تتطلب وقت كبير باش تنتهي، وخاصة فيه عملية تاع التهيئة حول الملعب كذلك اللي تتطلب تاخذ وقت كبير. والاشغال ان شاء الله اذا كانت تسير بوتيره يعني عاديه تقدر تاخذ حوالي 6 اشهر، يعني في بدايه السداسي الاول تاع السنه المقبله باش نشوف الملعب بدا ياخذ الشكل تاعو النهائي. في انتظار ذلك نتمنى الاشغال هذه تاخذ يعني تمشي، خاصه الملعب الداخل المدرجات، هذيك العمليات تاع المدرجات والميدان الميدان تاع الملعب ما تتطلبش وقت كبير وسوف تنتهي في حوالي 2 شهر. إذن ان شاء الله اذا كانت الامور تمشي بدون مشكل يكون عندنا ملعب في بدايه سنه 2023، ما حاش ننتظر حتى 2025. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.